ديره دو هادو ديال الحمير ياكلوا قرابين الحمار حول ولا قوه صحاب الصوصيط بالليل اللي سكران اللي كبير باش ما عصب كيفاش يعني الشيء راه غريب هادشي هذا اللي كنشوفو دابا يعني بنادم ما مبلق كيبان لي هذا ديال لي صوصيط الرقيزي اللي بقرا ياكل دابا هذا كيصايبو به الصوصيط الصوصيط راه باينه حول ولا قوه شي الواد عايش معاهم هنا هاد الناس ما كيخافوش الله ما مبلق واتساب بنادم هو مبلق بعدا ياك شوف تبارك الله يسر عاود شنو بغيت نقول لهاد الناس هادو اللي كاينين خويا هادشي غريب هادشي اللي كنشوفو دابا حاليا خويا خويا هادشي الله جدنا خويا هادشي اللي خرج لي دابا هذا واش عود ولا هذا ماشي حمار هذا عود بغل ولا شي حاجه ماشي حمار لا ماشي حمار الله يرحم عليك والله العود عود العود العود بصح الكبشه ديالو دايره 40 درهم واش كيعطيو الناس هادشي هذا والله اعلم اخويا باينو يعطيو الناس ما يعطيو الكلاب اللي مكرطين هادشي راه باين الناس باين اخويا كاريتي هذاك ديال الحمار هذا دامي ديال الحمار وكاين ديال العود هذا حمار وهذا المقارنة بين هذا وهذا الجمجمه كبيره ديال هذا هذا ديال العود الاخر ديال الحمار حول ولا قوه شي الناس ما كيخافوش الله والله بغيت نخاف الله من ولاد الفيسبوك ولاد اليوتيوب هذو ولاد اللي بين مرسوم وهذاك راه بحال شي مقطعينهم تخلي عيد منه الحمد لله يقربوا حبه شويه الويله هذا اخويا هانتوما هذا بحيد منه اللحم هادي من الحماد لا حول ولا قوه شي بالله خليني دابا غير 100% حمار هذا شتي راسو صغير السنان ديالو شتي هذا شتي 100% حمار وصيبك حليل بلي هادي دابا كاينين الناس كلاو هادشي هذا وخويا راه خويا كيجي واحد واش بغي لي ياكل نص ب 100 هذا هو الاشكال هو ياكل نص ب 100 الف فرانك يشبع بها حتى الناس اللي كتسقط هذه 25 درهم 30 درهم تعال تسمع شحال وضرب نص وبين هذه الحمار خويا زريقه خويا لا شي شي هذا شنو ديال اش بعدا حتى حمار هذا كاين لك عاود لك ميكون شي حمار اخويا حمار خويا لا الحمار حمار دير يقودو دير يقودو ودابا المشكله صاحبي دير حمار وجو صغير حمار هذا حمار وجو صغير ولكن داك اللي ليه هذاك عاود والله ما خويا العلم والله عاش حايل معايا دابا انت تقول لعبد شي عاود 40 درهم هذا هو الاشكال هذا هو الاشكال 18 مليون 16 مليون يقول لك خويا يكون عاود كروسه ماشي عاود كروسه كل سنه بعدا شو الكاميرا هنا شو واحد شي كاميرا هزت الميكا شي حاجه ما كايناش والو الكاميرا تاع حالات اللي خاو الكاريطه لا صوصيط هذا عشيري ياك صوصيط هذا شوف هذا دي صوصيط على البال وخويا كاين هذا تطلب بلاتي شوف البوليس شوف اللسان اللسان صغيره هذا شوف شوف خويا خويا هذا باين هذا حمار هانت هو حمار هذا حمار هذا حمار باش تعرفوا حمار هانت تعرفوا حمار ما في الصوت ديالو حيد يدك اصاحبي لك هذا حمار شتي هذاك اللي ليه عاود هذاك اللي ليه عاود ياش الفيروس مغاربه مطلعين من الحاجه هذا عاود هذا واقيلا كبير تبعوك في الغالب والله عاود شكون بغالب هذاك هذاك ما في حنا ناكلوا الحمير دابا شبعنا حمير دونك هادو ماشي قلبينا ديما يا حمير وفريرة هو تعزل الصراحة اش عندك الزير والله تتعزل الحمار ما تاخذش البقري عرفتي علاش عرفتي علاش حيت الحمار لحمو حمر والبقري لحمو بيض تقول لي عزل لي من الطرف انت براسك تقول لي عزل لي من الطرف بصح ما نسمعش ليها حوا هذا ديما في سيدي عثمان ديما عليك نهار في كاريير ثلاثة سعود الصباح ياك سعود كيخافوش الله هاد الناس شو يديو الحمير والله واش غادي يكون عارف هو هذا حمار واش عرفت واحد حمار هذا حمار هذا هذا ياك لاله هذا حمار هذا حمار
والناس ناري والناس كلات هذا الشيء هذا والله اعلم عاوتاني كيما يقولوا حتى حنا راه مضبعين هنا الله يسر نجات ودابا دار بصح اخويا مخوشي ياك شتي بحال كولاج اش هو الدار اه هذه كلينه والله هذا تمشي مرتاح يعني حنا غادي حمزه خويا تمام شو ما كاع يلا جبدي ميكرو سمكم هذا شي دار حمزه بالواجب لي هذا اجي حمزه رينا صحيح راه كيخافوا صعيبه خويا صافي خويا حمزه حسن واخويا خويا ليلى يلا غادي نكمل الاولى اللي غادي نقولوا لا ما كيخافوش الله اخويا الصراحه والله شي كيصدم هذه المره الثانيه وحنا كنتصدموا في نفس المنطقه بزاف والله حتى بزاف والله انت كيف كتشوف اخويا الزينه انت دابا اللي كنشوفوا هنا هو ان هذه الجثه ديال الحمار وهنا الجثه ديال العود لا عاود عاود هذاك اللي مليح تما واش اخويا كنتاسفوا على هادشي اللي كنشوفوا والله هو دابا كناكلوا الماكله في الزنقه ضروري حنا كنمتازوا بهذه المساله ديال الزنقه الماكله في الزنقه كناكلوها بزاف موجودين عندنا في سيدي عثمان كازا كامله ولكن بالاخص سيدي عثمان يعني فهمتيني بحكم انه دابا تلاح فيه هادشي خاصهم خاص الدراري يديروا اتونسيون من هذه المساله هذه وما يبقاوش ياكلوا في الزنقه بزاف وماشي اي واحد يثقوا فيه صعيب الماكله الزنقه صعيب بزاف خصو هذه المساله ديال الصوصيص هذا دليل حي وهذا دليل هو بنادم دابا انت كتشوف كل شيء على عينك اخويا الناس كتشوف كل شيء كيبقاو في الناس يعني راه ممكن اي واحد يدير هو الدرويش هو اللي كياكل هذا الشيء كتكون في المتناول راك عارف الثمن ديالو كيكون شويه طايح وبنادم بنادم كيلجا لصحاب الكرارات اللي في الزنقه باش ياكل الله هذا الشيء اللي كاين اخويا الله يصاوب والله يهدي ما خلق هذا الشيء الله يهدي ما خلق كيف قال لك دابا شوف دابا الانسان دابا حيت كيضبع ما باغينش يخليه لبنادم هذه فرصة